وصلوا تذعزع المكان الذي كانوا مجتمعين فيه، وامتلأ الجميع من الروح القدس وكانوا يتكلمون بكلام الله بكل مجاهرة. يا رب صلي من أجل الكنيسة في مصر، يا رب صلي يا رب من أجل الأحداث يا رب اللي حصلت النهاردة، والأحداث يا رب اللي بتحصل الأيام دي يا رب، والتهديدات يا رب اللي وصلت الكنائس واللي وصلت يا رب لكل مكان علشان بكرة وعلشان التفكيرات يا رب اللي بتحصل. يا رب صلي يا رب من أجل السلام يعم ويملأ يا رب أرض مصر، يا رب أرض القاهرة وأرض اسكندرية والمنيا والسيوط وبني سويف وجيزة، يا رب كل الأماكن يا رب اللي حصل فيها علق. يا رب المجد اسم يسوع، مد ايدك يا رب لتجرى ايات وعجائب، يا رب مد يدك للشفاء، واعط عبيدك يا رب ان يتكلموا بكلامك بكل مجاهره باسم الرب يسوع. يا رب ادي كلمتك يا رب تصل يا رب بكل جراءه وبكل يا رب مجاهره، توصل يا رب للقلوب والنفوس يا رب. تعالى بتاكيد، تعالى يا رب بتاكيد ضمير، تعالى يا رب بيه تأكيد الروح القدس يا رب، وتوبيخ الروح القدس يا رب على كل خطيه وعلى كل بر وعلى كل دينونه في اسم الرب يسوع. يا رب ان كانت التصرفات يا رب صادره من الاخوان المسلمين او من اشخاص يا رب بلطجيه، في اسم الرب يسوع بنعلن انك انت الاقوى، انت الاعظم رب، انت رب اللي في ايدك كل السلطان، ان ليك يا رب انت ليك كل المجد وليك كل القوه في اسم الرب يسوع. Lord we declare that you are the one who got the power and the authority. Lord we declare Lord that no authorities, no powers, Lord, can stand before you, God. When you command, when you strengthen your church, Lord, no one can stand, Lord. You are the one who can say, for to be light, Lord, let it be light, let it be peace, okay, Lord. And in all over Egypt, Jesus, we surrender to you, Lord, all exclusions been happening today, Lord, everywhere, even in upper Egypt or Egypt or Cairo. Lord, we surrender you, each one, Lord, been hurt, each family, Lord, been suffering. Lord, we declare peace. We speak peace over Egypt, Lord. We speak that